إيريش الكوشنا على دفت قريب عند بنين حيانا هار سلنسلي دنياي لاشي جن هدفتي قرتن جيانا جن هدفتي قرتن هر وها إرادة جن هدفتي قرتن جهونا وإيرو دتاوي دنياي دا دنگ آزادية مدید کو چاوا ارادا جن لباکور پردستانی جار دیتر در کت قادان جه کسی کو خوازن دزدرشیل سر راشی جن بگن بی ارادا خوا رغمی زخت هی رغمی کریار دولت ترک و ام حمید زانن هندرین سیاست دولت ترک آفاشیزم گیای اصلا هری شور جه کریار گل سر سره کسی هاشتی خواست کسی که بخوازن دموکراسی و پرگاه آزادی آبا بکن واضح من خلال استهداف سواء سیاسیات او سواء ناطقات حركه المرأة او حتى استهداف المرأة داخل المنزل فعندما نقول بأن هناك امرأة يتم تعنيفها امرأة يتم اغتصابها امرأة يتم قتلها هو ايضا يندرج في مسار الحرب الخاصة لأنهم نستطيع أن نقول يرون نجاح هذا المشروع يستطيعون رؤية المرأة القيادية التي تقود الدفة العسكرية التي تقود الساحة السياسية التي تقود الساحة المجتمعية التي تقود كافة الساحات فهذه المرأة الخنوع تحولت إلى امرأة صلبة تستطيع أن تمثل جوهرها وتمثل ذاتها لذلك هذه الهجمات الممنهجة على المرأة علينا نحن كنساء قاطنات في شمال وشرق سوريا بل نستطيع أن نقول الوصول إلى كافة النساء في سوريا وكافة النساء في الشرق الأوسط فهذا الفيروس الذي يعتبر حرب بيولوجية سيغير من القوى الفاعلة سيغير من المسارات العالمية سيكون هناك ديزاين جديد بعد انتهاء فيروس كورونا لأننا جميعنا بات يعلم بأنها حرب بيولوجية وبامتياز.